ظهر كوفيد-19 بسبب فيروس جديد. على الرغم من أننا نتعلم المزيد عن المرض كل يوم، هناك الكثير من الأشياء التي ما زلنا نجهلها عنه. من الطبيعي أن يخاف الناس من المجهول، وفي بعض الأحيان نربط مخاوفنا بمجموعة أخرى من الناس. يمكن أن يؤدي ذلك إلى معاملة الفئات بشكل مختلف، وقد يؤدي إلى التمييز ضدها. على سبيل المثال، يمكن أن تكون تلك الفئات الأشخاص المصابين بكوفيد-19 والأشخاص الذين تعافوا منه، وعمال الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية. ويمكن حتى أن يكون التمييز ضد مجموعات ومناطق بأكملها. غالبا ما يتسبب الخوف من كوفيد-19 بتفاقم التمييز القائم، مما قد يكون ضارا جدا لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم. يمكن أن يؤدي أيضا إلى إخفاء الأشخاص لعلامات المرض أو عدم طلب المساعدة عندما يحتاجون إليها. هذا يجعل الفيروس أكثر عرضة للانتشار. ماريا عاملة رعاية صحية مجتمعية، تراعي جيدا الكلمات التي تستخدمها عند الحديث عن كوفيد-19، وتشير دائما إلى الفيروس باسم كوفيد-19، وتتجنب ربط المرض بمنطقة أو مجموعة معينة مثل تسميته فيروس الصين. يمكن أن يؤدي استخدام لغة سلبية عند الحديث عن كوفيد-19 إلى زيادة قلق الناس. تؤكد ماريا على فعالية ارتداء القناع والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين وعلى غسل اليدين، وتطمئن الناس دائما بأن معظم من يصابون بكوفيد-19 يتعافون منه، وهذا يساعد على تخفيف مخاوف الناس. يعيش كريم في قرية مجاورة، وقد أكدت إحدى الاختبارات أنه مصاب بفيروس كوفيد-19. يبدأ سكان القرية في التمييز ضد عائلته. تطلب ماريا من زعيم القرية التحدث إلى الناس حول أحدث النصائح الصحية الرسمية، وتقوم ماريا بمواجهة المعلومات الكاذبة عندما تسمع أشخاصاً يشاركون شائعات حول عائلة كريم. يتعافى كريم في المنزل، وبمجرد استرداده صحته يعود هو وعائلته إلى حياتهم الطبيعية دون خوف من أي تمييز إضافي.